أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستعيد وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما سرمدا. ضمن ثلاثية دعوية بحول الله وقوته تبتدئ اليوم الاثنين 12 من محرم من عام 38,400,000 نفتتح بها مع فضيلة شيخنا الأستاذ شهاب عوض عبد الله تحت شعار قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. نفتتح ثلاثيتنا الدعوية والتي هي تحت قوله تعالى عنوان المحاضرة الحق أحق أن يتبع مع الأخ شهاب فليتفضل مجزيا مشكورا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد الإخوة الكرام والأخوات الفضليات والجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبقى بحول الله تبارك وتعالى وقوته في هذه المحاضرة بعنوان الحق أحق أن يتبع. وهذه المقولة مقولة صحيحة ولها شواهد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن من اتبع الحق فهو الفائز وهو الذي يريد النجاة في الآخرة وهو الذي يريد سعادة الدارين، ولأن الحق دائما يكون معه الصواب من ناحية عقلية، ولذلك فالحق أحق أن يتبع. وقد جاء الحق وصفا لله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وكثير من الآيات في هذه المعنى في هذا المعنى. وكذلك جاء الحق مع كونه وصفا لله جاء وصفا لكلام الله، قال فالحق والحق أقول. قال بعض أهل التفسير الحق أي وصف الله، وقال بعضهم هناك مبتدأ محذوف تقديره أنا أي أنا الحق والحق أقول، وهذا وصف لقول الله تبارك وتعالى بأنه الحق. وإذا أراد الإنسان، وهذا من جمال الحق ومن بهائه ومن قوته ومن كونه محبوبا في النفوس، أن من أراد أن يقبله الناس سمى قوله حقا، سمى قوله حقا حتى يقبله الناس.
والحق أيضا هو كلام الله الذي هو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهو وصف أفعال الله سبحانه وتعالى، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. والحق أيضا يطلق على المنهج القويم والصراط المستقيم، فكل جميل وكل صدق وكل قويم فهو حق. والإنسان إذا اتبع الحق في الدنيا وهو صراط الله الذي يقبله من عباده نجا يوم القيامة. واتباعه هو التمسك بهذا الصراط، أن يتمسك الإنسان بما عرف مما ينجيه يوم القيامة أمام الله تبارك وتعالى، فيتبعه حيث أنه يؤمن به ويرى الأوامر فيأتمر ويرى النواهي فينتهي. فهذا المتبع والمتمسك وإن كان غريبا بين الناس، ولكن هذا الحق من حكمة الله تبارك وتعالى وسنته أن المتمسك به قليل، وأن كثيرا من الناس لا يريدون الحق. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فكثير من الناس يصرف أو ينصرف عن هذا الحق. ما هي هذه الصوارف وكيف يتقيها الإنسان؟ هذا أهم الموضوع. طيب، من أهم الصوارف عن الحق الجهل بالحق. الحق أحق أن يتبع، فإذا أردت إنسانا إذا أردت من إنسان أن يتبع أمرا من الأمور الصحيحة وهو لا يعرف هذا الأمر فكيف يتبعه؟ والجهل داء عظيم، ولذا قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فواجب على الإنسان أن يتعلم من الحق ما يزيح به ظلمات الباطل والضلال. فهناك فرض واجب على الإنسان، حق عليه في نفسه. في الدين ده يا أخواننا في فرض وعلم واجب على الإنسان، كعلم العقيدة، أن يتعلم الإنسان العقيدة، هذا علم فرض عين على الإنسان أن يتعلمه، أن يصحح الإنسان العقيدة وأن يتعلم الإيمان الصحيح، الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان بالرسل والكتب، هذا واجب على الإنسان. كذلك فرض الوقت، فرض الوقت يعني الإنسان ماشي يصلي العشاء أذن، لابد أن يتعلم ما لا يتم هذا الواجب إلا به. تعلم الطهارة، يتعلم كيفية الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لما يخش على الناس رمضان، الواجب على الإنسان أن يتعلم رمضان. الإنسان داير يخش السوق، داير يبيع ويشتري، لابد أن يتعلم من أحكام البيع والشراء ما يكسب به الطيب الحلال. الإنسان داير يتزوج، لابد يتعلم من الأحكام الشرعية في الزواج، عشان ما يمشي يتورط زي ما بيحصل في الجامعات، يمشي يخش له في حاجة يسمى زواج عرفي، يتورط تلقاهم قاعدين في الجامعة
وداك ماشي معاه ومعتبره مرته وممكن يطلقها كمان وما بيناتهم اي حبل. المهم فلابد انت تتعلم العلم الفرض الذي انت تريد ان تؤديه وكذلك الزكاة وغيرها من الفرائض. فالجهل يا اخواننا داء وعلاجه العلم، العلم وأشرف العلوم على الإطلاق هو علم الكتاب والسنة. ولذلك العلماء قالوا أن العلم إذا أطلق أريد به علم الشريعة، وقالوا إن من فضائل العلم أنه من دلائل التوحيد وأنه من دلائل كون الله سبحانه وتعالى مستحقا للعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو. يعني من الأدلة على التوحيد أنه لا إله إلا هو، شهد الله، من الأدلة على التوحيد شهادة الله. والملائكة أي من الأدلة على التوحيد شهادة الملائكة على أن الله يستحق العبادة. وأولو العلم أي العلماء شهدوا على أن الله هو وحده المستحق، هو وحده المستحق للعباد. وقالوا من فضائل العلم أن الله أحل صيد الكلب المعلم وحرم صيد الكلب غير المعلم، وهذا في الحيوانات. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. فربنا أباح الصيد بتاع الكلب المعلم وحرم صيد الكلب غير المعلم، مع إنه كلهن شنو في وصف واحد كلاب، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة على فضائل العلم. فأول عارض في طريق الحق الجهل، بل قد يصل بالإنسان إلى أن يعارض الحق بسبب الجهل. عشان كده لو دارين يذم إنسان يقول لك ما زول جاهل. ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبا الحكم عمرو بن هشام، سماه أبا جهل، اسمه عمرو بن هشام. النبي عليه الصلاة والسلام سماه شنو؟ أبو جهل. ولذلك من أول العوارض التي تصرف الإنسان وتمنع الإنسان من الحق ومن قبوله الجهل، ويكون ذلك بالعلم من الكتاب، من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العلم ألا يتعلم الإنسان العلوم التي تضر، في علوم الإنسان بينتفع منها سواء كان في الدنيا والآخرة. إنسان بيقرأ طب، بيقرأ هندسة، بيقرأ علوم، بيقرأ حاسوب، بيقرأ تربية، بيقرأ اقتصاد، بيقرأ غيرها من العلوم، بيستفيد منها كسب مادي. في ناس بيجي يقرأ لك علوم تضر، واحد يجي يقرأ لك فلسفة وصفصطة، واحد يجي يقرأ لك علمانية، وده إن شاء الله هيجينا لقدام. فأول هذه الموانع التي تصرف الإنسان عن الحق الجهل. الثاني الهوى. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، بالحق بالذي أنزله الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال الله سبحانه وتعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فالهوى يا أخواننا سبب من أسباب، من أسباب رد الحق أو البعد عن الحق. ويدخل في ذلك جميع حظوظ النفس من الحسد ومن غيرها. اليهود الخلام ما يقبلوا الحق شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في صفة اليهود في سورة البقرة:
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وقال الله سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولذلك من الصوارف ده شغل الهوى الحسد. ربنا قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم شنو؟ كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم شنو؟ الحق. نازل الناس السبب بتاع ضلالهم وبعدهم عن الحق الحسد. فإنسان يحسد، والحسد كما قال المحققون من أهل العلم هو كراهة نعمة الله على العبد. كراهة نعمة الله على العبد هذا هو الحسد. إذا إنسان يكره إنسان في نعمة، والنعم دين أو دنيا. واحد يقول لك: شوف ديل بيعبدوا الله براو، ده شنو داس؟ حسود حاسدك في النعمة دي. في واحد تاني بيكون حاسدك في دنيا، يقول لك: وده بيستاهل؟ على اللي راكب برادو دي جابه من وين؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. انت مالك يا زلمه؟ تسأل الله. يقول لك: اللي اداه بالكوريج ادينا بالملعقه. ما لانه ظنوا سوء بالله. تقول: اللي اداه بالكوريج ادينا بالقلاب. لكن الحسود ما عارف قيمة الدعاء ولا يعرف ربه تبارك وتعالى. الحسود عرفت ويضر نفسه. فده الحسد. من الناس اللي كانوا حاسدين وحساد وضراهم الحسد عبد الله بن أبي بن سلول. يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود والنصارى، وكان عبد الله بن أبي بن سلول قاعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماشي وقف في المجلس ده ودعاهم للإسلام وقرأ عليهم القرآن. فقام عبد الله بن أبي بن سلول فقال: إن الذي تدعو إليه لحسن، ولكن اذهب إلى رحلك، فمن أراد أن يسمع منك أتاك أو جاءك إلى رحلك. فقام بعض الصحابة فقال: بلى يا رسول الله، إنا نحب أن تغشانا في مجلسنا فاغشانا. فغضب رجل لعبد الله بن أبي بن سلول، ثم غضب رجل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ثار القوم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يهدئ الناس ويسكتهم. وجاء في حديث آخر قريبا من هذه القصة أو في نفسها: ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة وشكى إليه ما فعله عبد الله بن أبي بن سلول، فعز سعد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة وقد كاد أن يسود على أهل المدينة، قرب يبقوا سيد وملك على أهل المدينة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا سبحانه وتعالى رفع النبي صلى الله عليه وسلم فحسدوا هذا الرجل عبد الله بن أبي بن سلول، وبقى يقول الكلام ده. ونفس الكلام ده موجود عندنا، في ناس يجي يقول لك: هوي تدي جامعة ولا جامع؟
انتوا ما تمشوا الجامع ده؟ يقول لك كده، ده نفس كلام المنافقين، نفس كلام المنافقين. يقول لك شوف في الجامع، في الجامعه، في اللاب جوا، شفتها جوا مع وظائف الاعضاء كلهم، مع الكيمياء الحيويه بيكون قاعد لك جوا. نوريك التوحيد، ونوريك انه ده دليل ذاته على انه الله فيه، ونوريك الانسجه والخلايا والكلام ده كله دليل على وجود الله. تقال الموضوع ده في الجامع براو، في الجامع ده يمكن انت تكون زول عندك طريقه، او ابوك فكيه قايل انه الدين بس تمسك لك لا لوبه وتقعد لك في محل مظلم، او تمشي الخلا وتشيل معاك اللالوبه و12 قرضات وتقعد هناك. ده ما الدين، ولا ده دين ذاته نهائي، ولا علاقه له بالاسلام. وانما الدين ان يلتزم الانسان بالكتاب والسنه، سواء كان في جامعه او في مؤسسه، او كان في السوق، او كان في منزله، او كان في طائره، او وصل القمر، او غير ذلك. يكون الانسان ملتزما ومستقيما على دين الله. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلني مباركا اينما كنت، واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. عرفت؟ فالدين ده في اي مكان، عشان ما يجيك واحد يقول لك يا اخي طبعا الكلام ده قولوا لنا هناك، ويتمنوا ذاته عشان توري انه ده يقولوا هنا وده بيقولوا هنا. زول تلقاه ما بيساوي ايش، ما بيساوي ايش، وقايل نفسه لو لقى شهاده او دخل كليه مرموقه بين المجتمع دنيويه بياكل بها كسره عيش، انه بيعتبر نفسه خلاص الود عقله ده السودان ما بشيله. لابد الود ده يخط له سنادات لراسه ده، لانه راسه ثقيل، راسه ملان، وزول اجهل من الجهل ذاته. فدي مشكله ثانيه، وده الهوى يا اخوان. ولذلك اليهود في تفسير الايات التي ذكرناها، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، اليهود كانوا بيتقاتلوا مع القبائل التي في المدينه، الاوس والخزرج، وكان بيقولوا للاوس والخزرج، والكلام ذكره ابن كثير في التفسير، انه حيخرج نبي في اخر الزمان، والنبي ده نحن حنتبعه، وربنا حينصرنا عليكم انتم، حنملك رقابكم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بعض العلامات من علامات النبوة منتشرة وعلمها الأوس والخزرج، سارعوا بالدخول في الإسلام، وبقي أولئك على كفرهم وعلى حسدهم وعلى باطلهم، فرفع الله بذلك الأنصار، وصاروا من خيرة الأمم رضي الله عنهم أجمعين. فمن الأسباب التي تحرف الإنسان عن الصراط المستقيم أن يتبع الإنسان الهوى وأن يميل. والعلماء قالوا سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه، فإنسان يتبع الهوى ويترك، ودل في المجتمع السوداني بتاعنا بيقول لك الزول ده لولو، زول يقول لك تجيب بيجاي يجيك بيجاي، تجيب بيجاي يجيك بيجاي، هذا إنسان متبع للهوى. أيضا من الأسباب أو من أسباب الانحراف عن الحق اتباع الآباء والأجداد في الحق والباطل، أو من غير هدى ولا كتاب منير. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا، أي ما أدركنا ووجدنا عليه آباءنا، قل أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فاتباع، واحد يقول لك يا زول هوي أبواتنا كانوا كده، أجدادنا، أنتوا قمتوا بتين، يقول لك إحنا أبواتنا يا زول. وده ضل كثير من خلق الله، يقول لك الناس اللي يتكلموا في أبواتنا، طيب أبواتك ديل كانوا على الحق ولا على الباطل؟ أبواتك ديل كانوا على الحق ولا على الباطل؟ تلقى أبواته بيقول لك أنا الله عديل، يقول لك أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. تلقى أبواته بيقول لك نحن ربنا ملكنا الكون 33 سنة فما نقص منه جناح بعوضة.
تلقى أبواته بيقول لك أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. ديل أبوات ديل يا خير تتبرى منهم ديل، والله يا خير لك تتبرى منهم ديل أبوات. شنو ديل يا أخي؟ فالإنسان ينخلع ويترك إذا كان الآباء والأجداد من النوعيات الزيدي. وإذا هم ربنا وجد لهم عذر، كانوا جهال أو غيرهم، ما عذرك أنت؟ عذرك شنو؟ عرفت الحق من الباطل. ففي ناس يا أخواننا بيتبعوا الآباء والأجداد، وإذا بينت له الحق يفتكر إنك بتسيب له آباء وأجداد ونسب إلى آخر. ده كله من أمور الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. أيضا من الأسباب التي تحرف الإنسان عن الحق النفس والشيطان والهوى والدنيا، الشهوات من أعظم أسباب الانحراف. أسف كثير من الشباب يقول لك والله يا أخي الكلام ده صحيح، وتلقاه ما قادر يباري الحق ويتبع الحق. يقول لك ليه؟ يقول لك يا أخي أنتوا شغلتكم دي حارة، أنتوا ما شغلتكم دي ما فيها بنات، شغلة دي ما فيها خلق. يقول لك كده ما بتمشي لي قدام، ده صدوا عن الحق بيت. واحد يقول لك يا أخي أنتوا بتقفلوا علينا، يقول لك ذاته تاني ما في مراسلات، في واتساب ومكالمات بتاعت قريبة ليه اثنين صباحا، فهمت؟ ورسائل وقعدات وغنى عرفته وحفلات إلى آخر. يقول لك الشغلة دي كده صعبة يا، ولابد الناس تروح وكده. فده يا أخواننا ده من أسباب الانحراف. والتاريخ يذكر لنا إنه في واحد يا أخواننا أضلته امرأة وهو كان من حفاظ الحديث، وهو من العلماء، كان زول كان حافظ حديث كثير. بعدين مشى يتزوج له واحدة من الخوارج، الخوارج الذين اشتهروا بمسائل كما قال العلماء. المسألة الأولى التكفير بالكبائر، يكفروا الحكام ويكفروا المحكومين بالكبائر ويكفروا عامة الناس. وأيضا اشتهروا المسألة الثانية الخروج على الحكام سواء كان بالكلام أو بالسيف، زي ناس داعش وجبهة النصرة، جماعة الإخوان المسلمين صنفت الحمد لله من الجماعات الإرهابية، وهي عبارة عن الجماعة الأم والأمية الكبيرة التي تفرعت عنها هذه الجماعات، داعش وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية، جماعة الإخوان المسلمين. حتى إنه رئيس البلاد حفظه الله يتكلم فيهم وبين إنه هي جماعة منحرفة وجماعة إرهابية، والكلام ده مشهور ومنتشر وما داير كثير بتاع استدلال. فديل الخوارج. الشيء الثالث اللي اشتهروا به أن يستحلوا دماء الناس، فجروا إلقى ناس مارقين مثلا زي قعدتنا دي، لو لقى في واحد خواجة الخوارج كذلك استحلالهم لدماء المسلمين، فيلقى كافر موجود بين المسلمين يعني يمكن أن يقتل جميع القوم المسلمين لأجل وجود هذا الكافر الواحد، وأنهم من صفاتهم سفهاء لا يرجعون في دينهم إلى فهم الصحابة وإلى فهم العلماء، تلقاهم بيفهموا الدين براسهم هم، عرفت؟ فيصل بهم إلى ما ترى الآن من قتل الناس، حتى ضيقوا على من يدعو إلى الإسلام. الليلة بقت تهمة، وكثير من الناس بتهرب لما يدعو للإسلام، أول تهمة بلاقوها به إنه الإسلام دين الإرهاب. الدليل ناس داعش عملوا، الدليل جبهة النصر عملوا. دليل يا أخواننا أول من حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بين صفاتهم، لما جاء ذاك الرجل وهم أصلا طلاب دنيا زي ما قالوا السلف،
ناس ديل دارين الدنيا دارين يحكموا بس. عرفتها؟ لما أرسل علي بن أبي طالب بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، يعني ذهب لسه ما غسلوا ذاته وقاعد في جلد، قطعة بتاع الجلد، رسلوا للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسموا بين 4 من رؤساء القبائل ممن أسلم حديثا يتألفهم على الإسلام. فقام واحد محلق الرأس، كث اللحية، مشمر الإزار، غائر العينين، كأن جبهته ركب المعزة من كثرة العبادة، قال: يا محمد اتق الله واعدل فإنك لم تعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. مفروض لابد يكون في قسمة الثروة والسلطة، وننبغي نقعد في مائدة مستديرة وننبسط جميعا عشان نتساوى في الأكل. مشكلتهم كلها في القروش. طلع الرسول صلى الله عليه وسلم المجرم ده، الحيوان ده، طلع انه النبي صلى الله عليه وسلم ما عادل، انه جائر في حكمه وانه لم يعدل. فقام عمر رضي الله عنه في رواية خالد فجر السيف، قال: يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. ودعني دي، دعني الاستئذان ده، العلماء اخذوا منه ان اقامة الحدود للحاكم، لأنه الليلة في ناس دارين يشوهوا صورة الدعوة السلفية وهيهات لهم، جرائد التيار، ما أعرف ليك الدار، ما أعرف ليك الوطن، وما أعرف ليك مين، مجموعة من المجرمين دارين يشوهوا صورة، يقول لك دين ناس إرهابيين، دين ناس مشددين. والله الإرهابي لو جاك أنت يا بتاع الوطن، أنت أول زول تمرق معه، أول زول تمرق معه ويلبسك حزام ناسف وأنت حتملصه لأنك خواف، أنا عارفك، فهمت؟ فنحن بنحارب المجار مدل، وبندعو الشباب في الجامعات وفي غيرها إلى محاربة هذا الفكر الدخيل الذي ليس له علاقة مع الإسلام، وهذا يدل على ضعف حجة صاحبه، فهمت؟ فاستأذن هذا الصحابي الجليل فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، عشان ما يكون يا أخواننا تكون البلد فوضى. ما أنا ممكن يكون عندي مشكلة مع زول ألقاه برا أكتر، ليه؟ الله يقول له زول ده سب الدين وسب الإسلام وطعن في الدين، وما يكون عندي حجة. ولكن أخذت هذا الحد ذريعة حتى أنال غرضي الشخصي من قتل هذا الإنسان أو الإساءة لهذا الإنسان أو الإيقاع بهذا الإنسان، عرفتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإنه يخرج من ضئضي هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. زول لما يقرأ بيقرأ قراية سمحة وبيصلي صلاة سمحة، انت ذاتك لما تحتقر صلاتك لصلاته، مش احنا الصحابة، قال: تحقرون صلاتكم الى صلاتهم او مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم. لما يقرأ القرآن انت لما تبكي، يقول لك: يا سلام يا اخي الشيخ فلان ده، والله لما اسمع قرايته انا برتاح، لكن مشكلته ارهابي زول تكفيري ومجرم وزول ضال ومنحرف، عرفتها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ما بيرجعوا لتفاسير السلف من الصحابة والأئمة والتابعين. قال: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فالهوى يا أخواننا مشكلة كبيرة وطامة عظيمة. نحن نقيف للحد ونواصل إن شاء الله بعد الصلاة، جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيضا من الصوارف والموانع من قبول الحق واتباعه أصدقاء السوء، أصدقاء السوء. وخير ما يمثل به في هذا الباب في أن أصدقاء السوء قد يصرفون الإنسان عن الحق وعن النجاة، ما حصل لأبي طالب لما حضرته الوفاة، كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل
وهو يقول له أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وهما يقولان له: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ وحذفت هذه الهمزة كأنما السياق في سياق التعجب. ترغب عن ملة عبد المطلب، أي كيف ترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: فما زالا به حتى قال آخر ما كلمهم به: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والقصص في ذلك كثيرة والآيات في ذلك كثيرة. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أي إذا متنا وكنا ترابا أئنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، إلى آخر الآيات. وكذلك ما جاء في غيرها من الآيات عن الذين كان لهم قرناء فأضلوهم، أي هؤلاء القرناء. ولذلك أخواننا الإنسان ما يقعد يعايل للحول. في ناس لما يسمع الحق وتلقى الموضوع خلاص وضح له وضوح الشمس في رابعة النهار، يقعد يعاين يمين وشمال، داري يشوف فلان ده قبل ولا ما قبل، مضل بورطك ذاته. لأنه يوم القيامة يا أخواننا ما بيجيبوكم ما بيسألوك عن زولك ده، بيسألوك أنت، هيسألوك: وكلهم آتي يوم القيامة فردة، تجي براك. طيب، من أسباب صرف الناس عن الحق، وهذا من أعظم الأسباب، أئمة الضلال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأخوف ما أخاف عليكم من المسيح الدجال؟ الأئمة المضلين، أئمة الضلال وأئمة السوء ودعاة الباطل الذين يزينون الباطل للناس في رؤوس قاعدين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الآيات: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. والسادة والكبراء هم الأئمة في الدين والدنيا. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، النتيجة جنو، فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ولعنا كثيرا. وجاء أيضا في سورة الفرقان ربنا سبحانه وتعالى قال: ويوم يعض الظالم على يديه. قال بعض أهل العلم أنه يعض على يديه يوم القيامة من الحسرة حتى يصل إلى المرفق حد ما يحصل هنا. وذكر العلماء في سبب نزول هذه الآيات أن رجلا من المشركين، بعضهم قال هو أمية بن خلف وبعضهم قال غيره، أنه لما رجع من تجارته إلى الشام كان من عادته أن يجمع الناس على مائدة يطبخ لهم ويعمل لهم عزومة. فكان في من دعا أي إلى هذه الوليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم له الخير فقال: لا أتيك أو لا أجيب حتى تسلم، كما جاء في الأثر. فأسلم، فجاءه أبو جهل أو غيره فقال له: وما زال به حتى ارتد عن الدين وترك الإسلام.
وجاء في بعض الروايات أنه قال لا أرضى عنك حتى تبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فارتد البصاق إليه في وجهه ثم قتل بعد ذلك، فنزل فيه وفي غيره إلى يوم القيامة قول الله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه. وده عشان كده ربنا قال وأنذرهم يوم شنو الحسرة. هنا في الدنيا هنا لو في زول أيام الامتحانات ساهر بك وجاب لك لعبة جديدة قعدتوا تلعبوا في الموبايل، ضيع الزمن الشغال ده، تلقاهم مجموعة قاعدين في الليدو قاعدين في اللمبة ليه؟ لغاية ما الشاحن يقطع والشاحن الخارجي يقطع للصباح. لو ضيعت زمنك أو كده في النهاية في ملاحق وفي عادة للسنة الجاية، ممكن يرفدوك من الجامعة تاني تخش بعد كم سنة وتمشي جامعة تانية. في الدنيا بتتصرف، لكن يوم القيامة تاني شنو؟ فرصة تاني ما في. ربنا قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فقال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فهنا الفرصة واحدة يا أخوان، عشان كده دائما الدعاة لما يشددوا على الناس ويحذرهم التحذير الشديد من دعاة الباطل، لأنه فرصتك واحدة، خايفين عليك، فرصتك واحدة، إنه تاني حتتمنى وتدخل في الأمنيات وما بترجع للدنيا تاني. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. رجعوك ليه؟ دار تمتحن علمي ولا أدبي؟ دار تجيب معدلات كبيرة؟ دار تاني تتزوج؟ دار تبني عمارات؟ دار تسوي شنو؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ لا يوم يبعثون. ولذلك يا أخواننا فرصتك واحدة. فهنا ربنا قال يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا، ده اسم الزول الورط، فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني القرآن وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولذلك يا أخواننا أئمة الضلال، وما أكثر أئمة الضلال، ناس يزينوا للناس المنكر والباطل في العقائد وفي الشرائع وفي الأديان وفي العبادات وفي الأخلاق وفي السلوك وفي غير ذلك. يا أخ واحد دكتور، ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه ويبقيه دكتور في كلية علمية أو كلية تطبيقية أو كلية دينية، يستغل منصبه ده عشان ينشر الباطل. تلقى في دكاترة في الجامعات إلا من رحم الله، واحد تلقاه ينشر الفساد بين الطلاب، يقول لك الطلاب ديل إذا ما شكوا أنا ما بقرر المحاضرة. في واحد يقول البيت دي إذا ما كشفت وشها ما بتخش الامتحان. الرجالة ما في؟ الرجالة كملت؟ ها؟ الحاصل شنو؟ ضلال ما بعده ضلال، وده غير اللي بيبثوا سمومهم بين الناس، عرفته؟ ويورطوه. من أسوأ ما سمعته دكتور في جامعة أم درمان الإسلامية بيقري تفسير في كلية الطب، قال في ناس بينزلوا المطر، قال نحن في السودان، قال بعد مرات المطر ما بتجي بنمشي للشيوخ بدون المطر، قال بندفع البياض بيقروا ياسين، قال فيهطل المطر، قاعد واحد جنبه دلوكة قديم قال له ولا ما كده يا شيخ حامد ده، قال له ايوه، وبدأ يقابط لغاية ما داك سكته. المهم فقام قال بتدفع البياض، قال فيهطل المطر هنا
ولا يهطل هنا وما بينهما إلا السرابة. قال حواشتين سوا، شوف الكلام ده كيف. قال مطر هنا ما تنزل وهنا تنزل، لأنك هنا انت دفعت البياض وداك ما دفع البياض. الشيخ بيدوم المواد دي حسب الكروت، مش في كرت بعشرة وكرت بخمسة وكرت بجنيهين، بس نفس الشغل. قال يجيك وهابي قال يقول لك ما تسأل الله، أها برضو بتسأل الله وبرضو ما بديك مطر. ده دكتور في جامعة أم درمان الإسلامية يا كافل. ها ده ما قرأ قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم، الآية دي على سبيل التحدي والإعجاز للبشر والمخلوقين، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. زول زي ده يقري الناس، زول زي ده يقول لهم تنادي غير الله ما في حاجة. وربنا قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهمت؟ واحد يجي يجوز للناس الحجبات والتمائم. بني آدم يعتقد في جليتيس، جليتيس ورقة مكتوب فيها نجوم ومربعات وشخبتة وكلام فارغ وفاشل، تربطها انت في يدك عشان حجاب بتاع قراية عشان تنجح، عشان حجاب بتاع رزق، عشان حجاب بتاع محبة، فهمت؟ عشان حجاب بتاع عين، بتاع غيره بتاع غيره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائمة اللي هو الحجبات والتولة شرك. بقيت دكتور، بقيت بروف، ركبوا لك 12 شهادة، شرك معناه شرك. فهمت؟ ده الحاصل يا أخوان. أئمة بتاعين ضلال قاعدين، أئمة قاعدين هنا في الجامعات يقولوا للطالبات ما تلبسن كويس، وادحوا الرياض، والبيت تلبس زي ما دايرة، فهمت؟ والدم من النضال ومن الحرية بتاعتها، من الحرية إنها تسمع كلام الله ولا تسمع كلامك يا ضال يا مجرم، إنها تسمع كلام ربنا، لأنه هي أمل الله سبحانه وتعالى، ربنا أمر كده وده اللي بينفع معاه، فهمت؟ ويطعن في الدين ويلبس على المسلمين. فمن أكبر أسباب الضلال، من أكبر أسباب الضلال الأئمة المضلين اللي بيزينوا للناس. عشان كده في أئمة الضلال دي الزول يحذرهم بأمور. الأمر الأول: أضانك دي ما تسلم لا يزول. في ناس بيقول لك يا زول أنا معاقل بميز بين الحق والباطل. لو كان العقل وحده يكفي في رد الباطل ومعرفة الحق لما أرسل الله الرسل والأنبياء، ما كان ربنا رسل لنا رسول من أعظم الرسل، وربنا نزل لنا كتاب من أعظم الكتب. ما زول عاقل يعرف الحق من الباطل، لا في داعي لآية لا في داعي لحديث، معناه الأنبياء ديل جعبة ساكت. ولذلك يا أخواننا دي شبهة بغشوك بأهل الباطل، يقول لك يا أخي أنت ما زول عادي، يا أخي ليك زول عاقل يا أخي، أنت بتميز بين الحق والباطل. كلمة حق ما عندهم، تلقاه شيوعي بيقول الله ماف، لا إله والحياة مادة، الدين أفيون الشعوب، تلقاه بينبس في الدين من الصباح للمساء، جبهة ديمقراطية ولا مؤتمر طلاب مستغلين ولا حركة حق ولا غيرها من الأحزاب الملحدة الموجودة في الجامعات السودانية، تلقاه بينكر وجود الله ويدعو إلى شيوع المرأة ويدعو إلى الفساد في الجامعات، ويقول لك لا أنت عندك عقل تميز، لا نحن عندنا كتاب وسنة بيميز لك. ده نمرة واحد. نمرة اثنين يقول لك لا يا أخي أنت ما تخليك زول متحجر، متحجر كده وتلقاه لما لك رموش ولفوق، عشان نفهم شنو يعني، عشان تفتح قلبك للباطل. يقول لك كلامي حق يحتمل الخطأ وكلامك خطأ يحتمل الحق. أنا كلامي لو ما حق ما بجي بقف لك هنا والله، أنا لو شاك فيه بوين نص أو، فهمت؟ ما بجي بقف لك هنا بتكلم فيه، لأنه ربنا قال: قال فالحق والحق أقول. ده حق أصو كلامنا، ده بوديك الجنة عديل. وإذا أنا ما مقتنع ما كان ركبت هنا وأجرت لي ساون وكشافات فهمت وميكروفون وجيت أجي هنا،
فهمت؟ لكن كون أقول لك أنا من أهل الجنة دفع علم الغيب ما بيجوز لي، لأن ربنا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولا أجزم لفلان أو علام من البشر أنه في الجنة أو في النار إلا بما جاء به الدليل من الكتاب أو السنة. لو سألتني من الصحابة جت في الجنة، لو سألتني من أبو جهل وأبو لهب والشيوعيين الزمان ديل جت في النار، فهمت؟ أما البعديهم ما بقدر أجزم لك إنه في الجنة أو الكعب، أجزم لك في النار، فهمت؟ فعشان الناس يا أخواننا ما زول يغشك. أما المنهج الكتاب والسنة بفهم الصحابة والسلف الصالح ده بنتحدى به، والكرة الأرضية كلها شيوعي شعبي كوز صوفي، فهمت؟ مؤتمر طلاب مستغلين ناصري بتاع قومية عربية، غيره بتاع قومية أفريقانية، فهمت؟ غيره من الأحزاب شعبي ترابيلي، كله بنتحدى ده الكتاب الحق أصله. لو أنا شاك فيه نص ما بجي بقوله للناس، لأنه أنا ما ممكن أجي أكلم الناس بمعلومة أنا ما متأكد منه، دي ذاته من البلادة، عشان تعرف إنه الغاية دي ذاتها متناقضة. ما ممكن أنا أكلم الناس يا أخواننا بشيء أنا شاكي فوقه، أنا شاكي فوقه أكلم الناس كيف؟ ربنا قال ذلك الكتاب شنو؟ لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب نختم بآخر حاجة وهي فرع عما قبلها، الأحزاب والجماعات والطرق من أكبر أسباب الضلال هذه الأحزاب الموجودة. من الحزب الشيوعي رئيسهم لينين وماركس وإنجلس، ديل كفار وملاحدة وملاعين. اللينين بيقول قال بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية التي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله، وبهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله. كتاب مهمات اتحادات الشباب من الصفحة 18 إلى الصفحة 24، وكذلك كتاب الثورة والثورة الثقافية المجلد الرابع، وعنده كتاب اسمه نصوص حول الدين، قال الدين أفيون الشعوب، وعنده واحد صاحبه تاني في الباطل والكفر والشرك اسمه إنجلس، كتاب اسمه أنتي دوهرين ضد ظهري، الصفحة 149، قال استطعنا أن نلغي ونزيل وندمر جميع الغيبيات والقوى السماوية والسماوات والجنة والإله، قال ديل دمرناه جت وانتهينا منه. وعنده كتاب ثاني اسمه الاشتراكية العلمية والاشتراكية الطوباوية، صفحة 7 إلى 8، قال وبما أن حواسنا المادية لا تؤمن بغير الأشياء المادية، فإننا لا نعرف شيئا عن وجود الله، فقط وجودي أنا أكيد. بقول لك أنا حاجة ما هبشتها ما شفتها ما شميتها كده بالحواس الخمس ما أؤمن بها. طيب يا شيوعي بتؤمن بالحب قاعد تحت النجايل وتقطع في النجيلة وعم عبد الرحيم صلى على عجل؟ طيب أنت شفت الحب؟ عندك كيلو بتاع حب؟ جيب لنا منه كيلو. حصل خطيت ترمومتر في قلبك قام زاد ولا انت قاعد تحضر توم اند جيري؟ انت موهوم ولا شنو؟ ففي حاجات ما بتحسها بحواسك دي يا شيوعي، فهمت؟ ومن كان على شاكلته فديل من ائمة الضلال وبغشوا الناس. والله افكار الغنماية تضحك منها. انا يعني بتحير زور ربنا دخلوا كلية جامعية، فهمت؟ وبقى يقرا في جامعة، كيف يعتقد الأفكار دي؟ عشان تعرف إنه الأحزاب والطرق دي بتشيل الزول وتسلب عقله وتسلب تفكيره وتخليه إنسان لا في زيه وزي أي بهيمة. يخفي الكتاب بتاع البيان الشيوعي أول وثيقة للشيوعيين في العالم، قالوا في مسألة، قال فالشيوعية تنكر الحقائق الأبدية، تلغي الحقائق الأبدية، تلغي الأديان والأخلاق عوضا عن تجديدهما. قالوا لا عندنا دين لا عندنا أخلاق، جل شعين. عشان كده حصلوا مرحلة قالوا آباؤهم ذات قرود. والله كتاب بتاع اسمه ندى بتاع إنجلس اسمه دور العمل في تحول القرد إلى إنسان،
النظرية دي لو جبتها لأي زول في صناعة في أي حاجة ما ممكن يصدقها. من أول صفحة 2 أو 3 قال أصلا نحن كنا قرود. أها وبقينا بني آدمين كيف؟ قال أصلا قال نحن قال كنا القرد ده كان بيمشي على 4 وكذب. أنا ما أعرف هل هو عنده إسناد بالكلام ده عن قرده عن جده القرد عن جده ككو عن جده قردود إنه جاب له الكلام ده كويس؟ دي أول حاجة معلومة غلط ما بنثبتها معك، لكن كده نمشيه. قال أصلا القرد كان بيمشي على 4، بعد شوية احتاج إنه يعني يقطف الثمار كويس، فقال بقى يشيل الثمار وتاني يرجع لغاية ما بقى يمشي مشي عمودية قال بالكرعين الاثنين. الغريبة إنه الغنم بتاعتنا دي برضو بتعمل العملية دي، صح ولا ما صح؟ كويس. لا ما في غنمايا ضنبة ساي طال، ما في غنمايا ضنبة طال ساي ما في، فهمت؟ بعد ذاك قال يعني قال بعد ذاك يحتاج إنه يعني يطلع في الأشجار ويستعمل يدينه الأمامية. قال ثم بدور العمل تحول هذا القرد إلى إنسان. طيب سؤال يا شيوعي، أين ذهب الضنب؟ الضنب مشى وين يا شيوعي؟ الضنب ده ما أغنعنا بياته عملنا. فده كلام يا أخواننا ما منطقي ذاته، ما منطقي. عربية أي عربية أسلم جادي ربنا يحفظها لي سيدة، لكن لو خشت حادث الأمجاد دي لو خشت حادث وكسرت المراية ما ممكن تقول لي دي تطورت من غير مراية، ما ممكن، فهمت؟ فده كلام ذاته ما بخش العقل ولا بخش المنطق. فده أخواننا كله من سبب هذه الأحزاب التي تريد أن تضل شباب المسلمين. بالجانب الثاني ديل بيجاي شيوعيين ينكر وجود الإله، تلقى في واحدين بيجاي كمان طفروا بغادي لما بيجوا يكفروا الناس زي جماعة الإخوان المسلمين وما تفرع عنها. كل الشباب المشوا من السودان وللأسف الشديد الشابات المشوا من هنا ديل اعتمدوا على بعض الكتب وقرأوا ما فيها وعندهم بعض المرجعيات من دكاترة ممن يسميهم الناس شيوخ في السودان ومشوا غرروا بهم وغشوهم. أول حاجة مما تجي يقول لك تعال، تكون أنت مثلا وما شوف إبليس ده لو لقاك بالمعصية يبقيك المعاصي وكده ويأسك من الدين لغاية ما تبقى شيوعي ما عنده مشكلة، وكمان لو خلاك تتشدد لغاية ما تحصل التكفيرين دين ما عنده مشكلة، أي باب بتاع ضلال مركتبه ما عنده مشكلة مع إبليس. فده جل يدل يجي ليدل يقول لك شايف الفساد اللي حولك ده؟ أها يقول لك يا أخي ديل ما ممكن يكونوا مسلمين، أي زول بيعمل معصية زول حكم بغير ما أنزل الله، هل ربنا أنزل الزنا؟ يقول لك لا، يقول لك خلاص معناه ربنا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ودي أخواننا حقيقة مذهب الخوارج، والعلماء كلهم قالوا للخوارج الآية دي ليست على ظاهرها، هذه الآية ليست على ظاهرها، وكيف صرف العلماء مدلول الآية عن ظاهرها بنصوص أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. زول عنده جاره بيشتر له الله يكرمك الوساخة بيفوق والنعلات وبيجد عليه البمبر، هو بيكون قاعد في الحوش جاي يرتاح بيجد عليه البمبر، غلطان ولا أخوانا ولا ما غلطان؟ غلطان. كافر ما كافر؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ثنتان من أمر الجاهلية في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أسي في الجامعة بتسمع بيجاي أنا قابلتي فلانية تقابلتك فلانية وإنتوا جيتوا شاردين وديلك طردوهم وديل جو خاشين مع فلان وديلك الإنجليز عوقوهم، مش بتسمعوا الكلام ده في الجامعة؟ ولا قال زول ده صعب، ده دم حار، ده قابلته كده، ديل أصلا الناس عطالة ساكت وديل قبيلتهم تعبان، ما بتسمع؟ في ولا ما في يا اخوان؟ اهل بيسوي الكلام ده عاصي ولا ما عاصي؟ عاصي. كافر ولا مسلم؟ مسلم عاصي. فعشان كده العلماء قالوا النصوص دي ما على ظاهرة، فهمت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعضي كفارا
يضرب بعضكم أعناق بعض. لو مسلمين اتلاقوا بالسيف ده كبيرة من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل والمقتول في النار إذا التقى المسلمان بسيفيهما. فهل ذي الكفار؟ ما كفار. فالخوارج ديل ما بيفهموا. فديل جاء إبليس غشاه قال لي شايف الكلام ده وشايف الحكام ما بيحكموا بما أنزل الله، ما بطبقوا في الناس الحدود، وأولاد المايقومة بيقوا كتار وكلهم بيشبهوا الجماعة في الجامعات وكذا، فرحنا كفر الناس. كفر كفر كفروا الناس. ما زميت الخلايا المرقت في الدندر بيقروا طب في جماعات كبيرة جدا كويس، وناس مرقوا من وين وناس مرقوا من وين، فهمت؟ قروا كتب شنو؟ كتب جماعة الإخوان المسلمين، فهمت؟ التي فيها التكفير الحكام. ولذلك يا أخواننا الناس اللي بيرموا الدعوة السلفية بالتشدد، إحنا لو كنا دارين نكفر ونفجر كان كفرنا زمان. اللي بيخليني شنو أقيف لمجتمع برا أتكلم لهم في الطرق، طريقة السمانية باطلة، شيخهم قال نادي غير الله، والله قال نادي الله براو، واللي بنادي غير الله كافر مشرك. عمك يجر السبحة يطقني في نص راسي، أقول له جزاك الله خير، تاني أجيو تاني يجدعني بالشباك، تاني أجيو يفتح فوقي بلاء. اللي بيخليني أصبر على ده شنو؟ لو أنا صحي تكفيري بتاع الجريدة، أنا لو كنت تكفيري جريدتك دي كان زينتك بها والله، فهمت؟ لكن نحن ما تكفيرين، نحن بنحارب هذا المنهج الباطل وبنناقشهم بالحجة والدليل، وانت ما بتقدر تناقشهم. والله لو جبناك يا بتاع الجريدة حمارين، اختفاء حمارين ده بتاع الجريدة، اختفاء حمارين بيوم بدأ يثير الرعب والهلع بين الناس. يا ناس ده شنو ده؟ ده احترام لعقول الناس؟ دي مهنية عندكم؟ ناس من المجارمة، فهمت؟ وبس عشان كسب رخيص يسوي أي حاجة. فده منهج باطل برضو موجود في الجامعات وفي غير الجامعات، منهج التكفير، تكفير الناس بغير وجه حق. لو كان بوجه حق معلش، لكن بغير وجه حق. منهج تاني يخليك يشككك في الدين كله، وديل ظهروا مجموعة من المرتدين بحق وحقيقة، ناس عدنان إبراهيم، وده كثير من الشباب مفتونين به. ده زول بيقول الله خلق، الله غلط في خلق الإنسان، وفي شيء معين عند الرجل ما كان يكون وضعه بالطريقة الفلانية، فهمت؟ وقال ربنا غلط فوقه، وربنا قال خلق الإنسان في شنو؟ في أحسن تقويم، أحسن تقويم تقويم الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى خلقه فيه. وبعد ذلك يقول لك لا حديث ضعيفة. طيب ده حديث فضلا عن أن يكون ضعيفا، عرفته؟ ده المجرمين، ومعه واحد تاني اسمه مين كده بحيري، إسلام البحيري، وتاني واحد مين ميزو ذاك اسمه منه محمد، وناس عمرو خالد، وذاك مين اسمه مصطفى محمود، وفي دكتور تاني اسمه مين كده بتاع الإعجاز العلمي ذاك، فهمت؟ مجموعة قاعدين يغشوا في المسلمين يشككهم، والتراب الهلك قبل فترة يغشوا المسلمين، وعيسى ما نازل، والقبر عذاب قبر ماف، وغير من الباطل والضلال اللي بيغشوا به والناس، وينخدع بهم كثير من الناس. يقول لك يا أخي ما في حاجة اسمها سنة ذاته، الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته في زمنه ما كان في كتابة سنة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. طيب يا ولد يا عبقري يا ظريف يا فالح، كتاب الحديث بتاع لا تكتبوا عني ده لقاك وين؟ لقاك وين؟ في الباصولوجي، المرجع بتاع الباصولوجي، لقاك وين؟ ولك لما قالوا هل قالوا ديل منه؟ نفس اللي قالوا ديل قالوا داك، تمام؟ تفهم حاجة؟ فده الواحد بيجي كأنه زي ما قال الشاعر وإني وإن كنت الأخير زمانه لآتم بما لم تستطعه الأوائل، فهمت؟ بس دار يظهر، فهمت؟ زي ما قال واحد الله يكرمك قالوا قبضوا دار يبول في مويه زمزم، مالك يا ناس يا زول مالك؟ قال أردت أن أذكر ولو بذم، بس الناس يقولوا يا فلان ذاك اذكروني في التاريخ. ففي ناس زي ديل زمان التراب ده يقعد له ثلاثة يوم ما يجيبوا في قناة الجزيرة والغنوات، يقول له ما أسمع كده ننكر لنا حاجة، أسمع يقول لك يجوز بالمرأة تصلي بالرجال، يجيب له حاجة مشاترة كده، فهمت؟ يا زول ما في مرأة بيصلي بالرجال، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. يقول لك لا عذاب قبر ماف. طيب ربنا قال
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يوم تقوم الساعة لسه ما قامت، وربنا قال النار يعرضون عليها، يعرضون ده فعل مضارع، شغل ده شغال ومستمر. ها كيف؟ دي حديث ضعيف، حديث حال، عرفت؟ لولوة، شغل بتاع لولوة. يقول لك لا والله أمريكا بتحرق والهند بتحرق. طيب قول بتحرق. ربنا سبحانه وتعالى قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه كيف؟ رأيك شنو؟ ناس ما عندهم حجة وما عندهم دليل، غرضهم وهمهم إنهم يصرفوا المسلمين ويمرقون بر دينهم. لأن أخواننا المسلمين إذا بيقوا بر دينهم بيقوا ما عارفين حاجة عن دينهم، وبيقلدوا الكافرين والكافرات والساقطين والساقطات، صاروا لقمة سائغة عند أعداء الدين وأعداء الإسلام. وده الحاصل الآن، زي الخروج على الحاكم، يجيك واحد ونحن والبنزين زاد والسعر كده قبل ده، رأيك شنو في الطرق والشركة القاعدة؟ واحد بيقول لك أنا بتكلم مع الله، صفحة 200 من كتابة ظهير الرياض، تعلمات قبل فترة ده الجيلي بتاع طابت ده جد طوالي، قال جاءتني صحيفة من قبل الحق مكتوب فيها بقلم القدرة سلام قولا من رب الرحيم إلى عبدي أحمد الطيب. والله الكلام ده بتاع الطريقة دي، قال قد غفرنا لك ولأهل قرابتك. زول قال لك جاءته صحيفة من ربنا سبحانه وتعالى رسالة، يعني أحمد الطيب ده مفروض أنه من بيه كرسول جديد، كرسول جديد مش ولي عند السمانية. هسي ده كفر ولا ما كفر؟ ربنا قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما في تاني رسالة ولا نبوة بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ديل أئمة بتاعين ضلال. ها رأيك في الكلام ده شنو؟ عرفتها؟ وغير من الضلالات الكثيرة الموجودة يا أخواننا في الأمة الإسلامية. ولذلك إذا حرفوا الناس وفرقوهم المسلمين بيبقوا لقمة سائغة. مصر بقت فيها مشاكل، بيجي اليمن فيها مشاكل، السودان يقسموه ويعملوا فيه مشاكل، والبيعمل المشاكل منه بيعملوا أبناء المسلمين ذاتهم باسم الدين وباسم الإسلام. وأعدوا جماعة الإخوان المسلمين، تنظيم القاعدة، داعش، وهؤلاء وهؤلاء. طيب أنت لما تجي تكتل المسلمين ديل الكفار ما نايمين؟ نايمين، أمريكا نايمة، إسرائيل نايمين متكيفين، فهمت؟ وغير من دول الكفر والإلحاد نايمة، وأنت الآن بتزيد من الأعباء الدنيوية والإصلاحية في الدنيا فضلا عن الدين على المسلمين، بتزيد زي ما بقولوا في الفاتورة، فاتورة بقت على عبء المسلمين، فهمت؟ لما تكسر البنية التحتية وتخرب الناس والطلبة يكونوا شغالين في الجامعات يقيفوا، ما تعطلت التنمية في البلد، اتعطلت التنمية في البلد، ماذا استفاد الناس؟ ولذلك يا أخواننا الأحزاب دي ربنا سبحانه وتعالى التحزب حرمه في الدين، وهو التعصب، التحزب هو التعصب لكل قول أو إنسان أو مجموعة من الناس، إذا كان هذا التعصب بباطل أو كان هؤلاء الناس على باطل. قد يكون الزول كويس لكن الناس يتعصبوا له على باطل، ده تحزب. وقد يكون هم ابتداء على باطل فينتمي إليهم وينحاش إلى جهتهم، فهذا أيضا تحزب. وربنا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. ده كل أخواننا من الباطل ومن الضلال. والجماعات دي فرقت الناس والطرق وما بتخلي الناس يسمعوا الحق. احنا مشينا قرية قبل أيام هنا، قرية ود أبو صالح، وجزاهم الله خير أهل الحلة، استضافونا استضافة وأكرمونا إكرام عجيب مرة واحدة، تكلمنا من غير ميكروفون، جزاهم الله خير ناس القرية كلهم جو السمعوا بالكلام بإعلان المحاضرة كلهم جو قاعدين.
واستماع وأدب ويضيفوك ويكرموك جزاهم الله خير. واحد بس ودى الخليفة ومعاه اثنين تانين ورابعهم حوار زي ما ربنا قال ثلاثة ايوه عرفتها. فدا الناس بتتكلم في التوحيد بالآيات والأحاديث كلام لا فيه إساءة لزول لا فيه كده. يا ناس عبدوا الله براو وخلوا غير الله، لو كان رسول لو كان ملك لو كان نبي ما تعبدوا مع الله. داك طوالي كورك ورميت الناس بالشرك ولا أخاف عليكم أن تشركوا. طيب أنت ما تصبر عشان نرد عليك عشان نوريك إنه الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي حديث في البخاري. ابن حجر فسر الحديث قال هذا له تاويلان. التاويل الأول أن هذا الحديث خاص بالصحابة لأن الكندي الكاب بتاعت الخطاب والميم بتاع الجمع كان القاعدين يسمعوا في الخطاب ده هم الصحابة رضي الله عنه. فلا أخاف عليكم الصحابة. والتأويل الثاني المراد بذلك مجموع الأمة. مجموع الأمة معناه شنو؟ يعني كل الأمة كلها أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تقع في شرك ما في، لكن جزء من الأمة يقع في الشرك وجزء يبقوا على التوحيد دفي. والدليل على ذلك ولن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس إلى ذي الخلص وحتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وتعبد فئام من أمة الأوثان. فهمت؟ فدته الحديث ما صبر قام شال الطربيزة وزاته. أنا ما أعرف دي رجالة شنو زاته، يا ترجالة دي زاته تنازلوك. نحن السودانيين بنعرف إن يا أخي العرب زمان العربي القصة بتاعت الضبع ولا الأعرابي الشاعر الناس ساكين الضبع خش في خيمة الأعرابي. الأعرابي جرى سيف قال لهم والله مخلوق خش خيمتي ده ما بتحصله. شوف الكرم ده كيف. داك ودى الخليفة الناس أكرمونا لكن دار استغل مكانته ويضاربنا نحن. يا أخي أنت لو راجل أمرق لنا برا لو أصلا دار مشاكل فهمت تعال برا هناك نشوف الحاصل شنو. لكن جوا غريتك تشاكل يا داك طوالي قام جر السيف قال لهم هنا ما بتقاتلوا ما بتقتلوا الضبعة دي. بعد ذاك الضبعة كبرت وأكلته ذاته. فهمت؟ المهم بغض النظر عن الحصل شنو انت ما ممكن زول جاك في محلك تقعد تعمل له كده. فديل سبب من أسباب منع الناس عن الحق وجزاهم الله خير. والله ناس القرية كلهم قال لو انت عندك موضوع كان جيت هنا وناغشت كان اتكلمت بالحجة والدليل لكن ما عندهم موضوع نازل حجتهم كلها فشلت. قالوا الأولياء ماسكين الكون والأولياء ما قدروا يعملوا حاجة. يا أخي أنت الأولياء بتاعنك الآن الجرائد طلع إشاعات بلاغات وما بلاغات. أنت الأولياء بتاعنك ماسكين الكون تفتح بلاغ ليه؟ الكون أعلاه لك الله أسمع الكلام ده وميزه. الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا نار الخليل طفت من سر تفلتنا ونار موسى أضاءت من محاسننا لأنه وجهين صوفية عشان كده أضاءت نار الخليل نار موسى عليه السلام ونار الخليل طفت بالبزاغ بتاعهم الله يكرمكم. وأيوب لما دعانا نبي الله أيوب لما بيزعمهم هم كفر بالله وبيزعمهم هم الباطل أشرك بالله ودعا هؤلاء الصوفية من دون الله ربنا نجاه. وربنا قال في سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. أيوب عليه السلام دعا من يا صوفي دعا الله فهمت ربنا استجاب له. قال وأيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لحرمتنا نحن المراغنة الأخيار من قدم الختم منا وغوث الكون خادمنا. البغيث الكون ذاته لو جابوا لك شفته في الحافلة في الحافلة ما دايلة الصوفية براهم قالوا كده. لو في الحافلة ورا شفت البرع مغتسينه في موية كده ما عارفة بتاعت بلاعة ولا جنو. المهم وكاتبين غوز زمان وفوق ده قال لك هو الخادم بتاع الختمية شغال تحت كراعهم فهمت. هو الساكت فرقت المسلمين وجايبين في الجرائد قبل أيام قال شيخ عامل فوق بيعالج الناس وقال لاملو نسوان في شقته في شقة فكي. يا اخوان انتم ما قلتوا الصوفيه هي الزهد المفروض احنا نقبضك من هناي
من الخلدك نجي نقبضك هناك عشان تعالج زول لو صحي كده لو الزهد وتكون شايل لك شوال بتاع قرط ولا في برا. لكن شيخ تلقاه قاعد في شقة شيخ اللامين داك عنده قال عنده زاوية في بلجيكا زاوية في يا زول بلجيكا فيها زاوية إن شاء الله زاوية تجيها عرفتها. فده هوس كله هوس بتاع طرق يعني يضر الناس ويصد الناس عن الصراط المستقيم والصراط القوي. ولذلك الطرق دي كلها باطلة الطرق دي كلها طرق باطلة طرق فاشلة ما عليها أي دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تباري الطرق ما تباري الجماعات ما تباري الأحزاب خليك زول حر مسلم تقرأ قرايتك دي وربنا سبحانه وتعالى يعينك ويوفقك وتمشي لقدام. فديل بيصدوك صدوك ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فزول اللي بيفرق الدين ويتعصب لغير الكتاب والسنة وتلقاه بيزعل دار تعرف الزول على حق ما بيزعل لانتماء معين بس بيزعل للكتاب والسنة وللصحابة رضي الله عنه. لكن مما تمسك زول في الختم تلقاه كورة حسن وتحسون يقول لك لا ما تتكلم في الكون في شيخ حسن وتحسون بكم حسن فوق الكون متحكم حسن كم أحيا متكمكم حسن كم نطق متبكم فهمت. واحد تلقاه يقول لك كباشي قيده في شبله جيت أزور جبله جيت أقيف قبله لولحوا نبله دردقوا زقلوا عدم الصوفة يا زول وين الرحمة بالمسلمين. ده تعرفوا ما على حق. واحد يقول لك إنا بخضب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل زي ما قال البرعي يقول لك تنادي إسماعيل الولي وقبة وقعت في الأبيض الخريف ده بس الخريف جابه واقع يا أخو لو 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 بينفع مش كان نفع نفسه. عشان كده ربنا قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله الله بيكفيني عليه يتوكل المتوكلون عرفتها. فالإنسان يا أخواننا يتبع الكتاب والسنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تحير الإنسان يقول لك نحن ما عارفين نباري منو نخلي منو ديل يجو وديل ما يجو ديل كلهم خلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة أن هذه الأمة ستتفرق وقال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة أي فرقة نتبع كلها في النار إلا واحدة. قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان على أي أمر من الأمور إذا اختلف الناس فأنت على الحق. الكلام يطول بارك الله فيكم جزاكم الله خير.